تحياتي لحضراتكم ولجميع السادة المشاهدين. الساعات الأخيرة للانتخابات الرئاسية 2024-2030. أتواجد الآن بمحافظة الجيزة وتحديدا لجنة ومدرسة جمال عبد الناصر. محافظة الجيزة شهدت إقبالا ملحوظا اليوم وخلال الأيام الماضية، وخصوصا في فئة الشباب والمرأة، وذلك للتيسيرات المقدمة للناخبين من توفير كافة الوسائل من كراسي متحركة وتسهيلات مقدمة لذوي الهمم. وبسبب الإقبال الملحوظ، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم تقم بطباعة 67 مليون بطاقة اقتراع، ولكن طبعت حوالي 70% من هذا العدد، وتم توزيع هذه البطاقات على المحافظات وفقا لنسب الكتل التصويتية. ولكن الكثافات العالية للمواطنين أمام اللجان كشفت عن ضرورة تغيير استراتيجية الهيئة في توزيع البطاقات على اللجان. تنتهي اليوم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي استمرت 3 أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء 10، 11، و12 ديسمبر. وطبقا لجدول الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن غدا الأربعاء 13 ديسمبر تنتهي عمليات الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعمليات الفرز والاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات.